شباب، السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. كنا في الفيديو اللي فات عملنا مثال البانكينج سيستم، ووقفنا لحد ان احنا بعد ما خدنا الداتا من اليوزر وقلنا له انت عايز تعمل ايه بالظبط، فاضل ان احنا ايه نبدا ان ايه نقول له انت عايز تعمل كشف سحب ولا ايداع ولا كشف حساب، ثم ابدا انده الميثودز دي وانفذ الايه اللي جواها. طيب، احنا كنا وقفنا عند هنا المره اللي فاتت. ادي الميثود بتاعت ان انا اشوف الداتا بتاعت الكاستمر، وادي ان انا قصدي اخد الداتا من اليوزر، وهنا ان انا اشو الداتا بتاعت الكاستمر. خليني بعد ما خدت منه التشويس بتاعه، سواء كشف حساب ولا سواء ايداع ولا كشف حساب، ايداع ولا سحب ولا كشف حساب، خليني بعد كده اعمل بقى ايه؟ عايز اخد الرقم ده على حسب الرقم اللي هيدخله انده الميثود اللي خاصه بيه. يعني احنا هنعمل 3 ميثود، هنعمل واحده بتعمل ايداع، واحده بتعمل سحب، واحدة بتعمل كشف حساب او بتقول انت رصيدك فيه كذا يعني. فعشان نعمل، قبل ما نعمل الـ3 ميثودز دول، خلينا نعمل سويتش كيس على الرقم او الاختيار اللي اليوزر هيدخله. فهبدأ ان انا اقول له والله اول حاجة هعمل سويتش بالشكل ده. عايز اسويتش على مين؟ هسويتش على اختيار اليوزر. فهقول له هنا انا عايز اسويتش على اختيار اليوزر، وافتح البراكت بتاعي بالشكل ده واعمل اول كيس بالنسبه لي. والله في حاله لو اليوزر دخل رقم واحد بالشكل ده، ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها انده الميثود اللي اسمها ديبوزيت اللي انا لسه هعملها اصلا. فهسيب مثلا السويتش كيس دي كده فاضيه، او ممكن اقول له مثلا ايه، خلينا يعني ممكن نسيبها فاضيه دلوقتي، اعمل بس البريك بتاعها، ثم بعد كده اخش على الكيس التانية واقول له لو اختار رقم 2 هيعمل اللي هيتنفذ، يعني ايه هيعمل اللي هيتنفذ في الحتة دي كده، واعمل بريك. وبعد كده اقول له كيس رقم 3 واعمل البريك بتاعها برضو. ايه هي فكرة البريك دي؟ البريك دي علشان لما ينفذ، لما يخش على الكيس دي يخلصها ويقف، ما يكملش على الكيسز الايه التانية. حلو. طيب، خليني بقى ابدا كاريت الايه الميثودز بتاعتي. اول ميثود هكاريتها عندي وهي الديبوزيت. فهبدا ان انا اعمل بابليك واقول له فويد واسميها ديبوزيت. هي ديبوزيت على فكره السبيلنج بتاعها ما فيهاش ايه في الاخر، فتعال نشيل الاي دي، يبقى كده السبيلنج مظبوط زي الفل. حلو، تعال نعمل الديبوزيت دي ونبدا ان احنا نعمل البراكت ده. فابدا ان انا اقول له والله انت عايز تعمل ايداع قد ايه، فهطبع كده هقول له بليز، او دخل اللي هي الفلوس اللي انت هتعمل لها ايداع. فهقول له بليز مثلا انتر ذا اماونت، كميه، او ذا اماونت اوف ماني يو وونت تو ديبوزيت، انت محتاج تعمل لها ايداع بالشكل ده. طبعا هعمل سكانر جديد، او هاخد نفس الاوبجكت بتاع السكانر اللي فوق بتاع اليوزر كارد ده، او ممكن اخد اوبجكت جديد عشان بس يبقى ايه، يبقى ما يبقاش الاسم فيه كونفليكت بالنسبه لي. هاخد اوبجكت جديد وهبدا ان انا اساوي الاوبجكت ده بفاريبل جديد بقى اسمه ماني او الفلوس، يعني اكنها السيوله اللي رايحه واللي جايه، يعني اللي بتنسحب واللي بتعمل لها ايداع والكلام ده كله. فهعمل سكانر جديد ماشي، وهقول له مثلا ان ده اليوزر ماني مثلا، واروح قايل له انت بتيكوال نيو سكانر سيستم دوت ان. بص، هو الاوبجكت ده مش يعني النيم بتاعه مش هيفرق معايا قوي، يعني انت ممكن تسميه سكانر عادي كده بالشكل ده. ما تحاولش ان انت يعني تدخله في ان دي الفاليو اللي المفروض راجع لليوزر، لا، هو ده سكانر عادي، اوبجكت المفروض دوره ان هو يسكان داتا من اليوزر بس مش اكتر، مش هيساوي الفاليو، او مش او مش ما ينفعش ان انا اجي اقول عليه مثلا ان ده البالانس او ان ده رقم الحساب، لا، ده دور ان هو بس ياخد رقم من اليوزر بالشكل ده. فانا ممكن اسميه يا اما سكانر او اسميه مثلا اسكان. المره دي هيسكان ايه؟ هيسكان الماني. تمام، اوكي. هبدا اقول بقى والله الاسكان الماني ده دوت نيكست، هو هياخد الرقم يا اما دبل يا اما قصدي انتجر يا اما ايه فلوت، فانا هخليها فلوت. تمام، بس في حاجة أنا محتاج أساوي الكلام ده بفاريبل جديد اللي هو الفلوس، وهعمل فاريبل جديد مع البالانس هنا هسميه ماني. خد بالك البالانس هنا ده الرصيد بتاعه، الماني دي الفلوس اللي داخلة في المكنة واللي خارجة، فده ملوش علاقة بإيه بالرصيد بتاعه الأساسي يعني. فأنا هعمل هنا إيه فاريبل جديد هسميه ماني، فهقول له والله الكلام ده بيساوي، يبقى الماني هيساوي الرقم اللي داخل من اليوزر لما سألته دخل الرقم اللي أنت عايز تعمل له إيداع زي الفل. حلو،
فخلينا نعمل رن كده. طبعا هو لسه فيه تكملة للميثود، بس هنشوف كده ان احنا الدنيا معانا تمام ولا لا. فهدخل البن وهدخل الاسلام ورقم الحساب، وهبدأ ان انا اقول له رصيدي كذا مثلا. فالراجل بيقول لي انت محتاج تعمل كشف ولا سحب ولا ايداع. اه طيب، لو انا دوست على الواحد دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ المفروض ان هو ما يحصلش حاجه اصلا، لان انا لسه الديبوزيت عندي مطفيه، انا ما ندهتش عليها. لازم ان انا بقى اجي هنا جوه واقول له كيس، لما ادوس على الواحد انده لي بقى مين؟ انده لي الديبوزيت بالشكل ده. كده انا عملت حاجه اسمها كول للميثود، ندهت عليها، بنده عليها بس كده، وابقى حاطط السيمي كولن بالشكل ده، يبقى كده انا عملت ايه؟ كول. طبعا لو انا دوست واحد دلوقتي وعملت انتر كده بالشكل ده مش هيحصل اي حاجه، لان هو اصلا ما عملش كول. لازم اعمل رن من تاني عشان الابديت اللي انا عملته ده يسمع معايا، فهعمل رن من تاني. فقال لي دخل البن بتاعك، دخل اسمك، رقم الحساب، الرصيد بتاعك 20,000. قال لي ادي الديتيلز بتاعتك اهي، اساعدك ازاي؟ عايز اعمل ايداع دلوقتي، لما ادوس على ايداع وادوس واحد واعمل انتر كده، على طول راح ايه، نقلني على الميثود بتاعت الديبوزيت اللي هي جواها بيقول لي دخل الرقم اللي انت عايز تعمل له ديبوزيت فعلا. فهقول له انا عايز اعمل ايداع مثلا ل 5,000. طبعا لو دوست انتر مش هو خزن ال 5,000 دول في الماني، بس ما عملش لسه بيها حاجه. فاضل بقى ان انا اعمل ايه؟ اخد الفلوس اللي هو دخلها دي واضيفها على البالانس الاساسي اللي هم الايه، ال 20,000. يعني اخد ال 5,000 اللي هو دخلها دي اضيفها على 20,000، واقول له في الاخر والله رصيدك بقى 25,000. فهبدا ان انا اقول له والله هات لي بقى البالانس بتاعي ده، قول له انت بتيكوال البالانس زائد الماني، يعني هات لي الرصيد بتاعي وزود لي عليه الماني. تمام حلو. وابدا اطبع له اقول له فيها والله اوكي وي ميك او وي ميد ذا ديبوز ذا ديبوزيت بالشكل ده، احنا عملنا الديبوزيت خلاص. واقول له رصيدك الحالي بقى كذا، يو هاف ناو، واحط نقطتين فوق بعض واسيب مسافه كده واخرج بره، وانده على مين؟ انده على البالانس. مع البالانس دلوقتي بقى شايل الرصيد القديم اللي كان معاه زائد الفاليو اللي هو دخلها جديد اللي هي الماني، فهقول له البالانس بالشكل ده. حلو جدا. دلوقتي تعالى نعمل رن كده. فدخل البن بتاعتك، اسمك اسلام، رقم الحساب، معايا 20,000، عايز تعمل ايه؟ عايز اعمل ايداع، فهختار واحد. عايز تعمل ايداع لكام؟ هعمل ايداع ل 5,000 وادوس انتر كده. قال لي اوكي احنا عملنا الديبوزيت وانت دلوقتي معاك 25,000. يبقى كده احنا الميثود بتاعت الديبوزيت تقريبا هي خلصت خلاص كده، يعني مفيش تقريبا حاجه تانية ممكن تتزود. ممكن بس ان انا في الاخر خالص ابدا اقول له والله طب انت محتاج حاجه تاني، ان انا ايه ارجعه على التشويسز دي تاني يعني، بس دي ايه خليها دلوقتي. المهم ان احنا كده تقريبا خلاص خلصنا الديبوزيت، فاضل ان احنا نعمل بقى اللي هي ايه الكيس رقم 2 اللي هي السحب. ان انا والله اقول له لما اجي اسحب هنا هدخل بقى ايه في السحب دي، اعمل اف كونديشن. خلينا كده نعمل بس بابليك، نعمل ميثود جديده نقول له بابليك فويد واقول له ويزدرو، دي الميثود الخاصه بالسحب. وابدا ان انا اقول له والله مثلا خليني قبل ما انسى بس اروح للسويتش كيس رقم 2، لما ادوس على 2 اعمل لي كول للميثود اللي اسمها الويزدرو بالشكل ده. حلو. وابدا ان انا اقول له والله انت عايز تسحب كام؟ فهقول له هاو ماتش يو وونت تو ويزدرو، انت عاوز تسحب كام؟ وهعمل سكانر، او ممكن بقى استخدم نفس الاوبجكت بتاع السكانر ده، بس لازم اعرفه جلوبال فوق، يعني لازم ان انا اعمل الحركه دي. يا اما ممكن ايه اوحد السكانرز كلها اصلا واخليها ايه سكان اوبجكت واحد، فاخلي دي مثلا سكانر، او عشان ما نتلخبطش دلوقتي خلينا نعمل اوبجكت جديد عادي مفيش مشكله. فهبدا ان انا اجي في السحب واعمل سكانر جديد واقول له انت اسمك مثلا السكان الويز درو الماني، واقول له انت بتيكوال نيو سكانر سيستم دوت ان. انت ممكن تستخدم نفس السكانر هو على الكلاس كله بس تعرفه جلوبال فوق، بس احنا دلوقتي بس عشان ما نتلخبطش فانا ايه هاخد اوبجكت كل مره من نفس الكلاس مفيش مشكله. وطبعا ده بيلود على الميموري، بس يعني ايه في حالتنا احنا مش هيأثر قوي دلوقتي فعادي مش مشكله. فهبدأ ان انا اقول له والله الكلام ده هيساوي المفروض نفس الفاريبل اللي اسمه الماني، ما هي دي فلوس رايحه جايه. فاقول له انت بتيكوال السكان الويز درو ماني دوت نيكست فلوت، عشان هي فلوت.
طيب كده هو انت عايز تسحب كام، وهستقبل الرقم اللي هو سحبه ده. قبل ما اقول له ماشي انا سحبت الرقم ده وخصم من البالانس اللي هو الرصيد الاساسي، هبدا اعمل تشيك كونديشن اصلا، هو الرقم اللي هو دخله ده اصلا ادي الفلوس اللي معاه ولا لا. فاقول له اف مثلا لو الفلوس اللي هو طلبها دي اصغر من الرصيد الاساسي اللي معاه اللي هو البالانس، في الحاله دي هقول له رساله، هقول له لا والله انا مش هقدر ان انا اعمل سحب، هقول له سوري you don't have enough money، انت معكش فلوس زيادة بالشكل ده. حلو. طيب else بقى، ما هو لو دخل رقم مش اصغر اكيد يبقى اكبر، فلو هو دخل رقم اكبر في الحالة دي هبدأ ان انا اقول له والله انا هسحب الفلوس اللي هو من عنده دي، يعني هقول له البالانس بتاعي بيكوال البالانس ماينس بقى المرة دي الماني اللي هو طلبها. حلو. ويطبع له الرسالة اقول له مثلا اوكي here is مثلا الرقم اللي هو دخله اللي هو المفروض او اوكي مثلا احنا سحبنا كذا، فهقول له اوكي please take your money. ماشي. واطبع له رسالة كمان اقول له فيها انت دلوقتي معاك كذا you have كذا، واروح ناده على الايه البالانس اللي هو اخر فاليو البالانس كان شايلها. خد بالك ان البالانس هنا كل مره بيتغير على حسب الفاليو اللي انت عايزها، لو انت عملت ايداع عملت سحب يبقى ايه الفاليو اللي بقى جوه البالانس بتتغير على حسب الوقت ما انت ندهت عليه، يعني وقت ما انا ندهت عليها كانت هي جواها فاليو عامله ازاي. فهبدا ان انا اقول له دلوقتي خلاص انت دلوقتي بقى معاك الرصيد اللي اسمه كذا، تعالوا نعمل رن كده ونشوف. فقال لي البن بتاعك كام، فاقول له البن بتاعي اسمك اسلام، رقم الحساب معاك كام في البنك، معايا 20,000. قال لي اوكي معاك 20,000، ازيك يا اسلام عامل ايه، عايز تعمل ايه المره دي، عايز اعمل سحب بقى. فاقول له ويزدرو اللي هو رقم 2 واعمل انتر بالشكل ده. قال لي عايز تسحب فلوس قد ايه، تعالوا ندخل 30,000. 30,000 ده انا اصلا معايا 20 فهدخل 30. اوكي طب هو هنا عمل حاجه، هو هنا قال لي اوكي بليز تيك يور ماني، وراح قال لي انت بقى معاك سالب 10,000. ده مش صح، انا محتاج الاول اقول له اف ان الماني لو اللي هو طلبها دي اقل من الرصيد اللي عنده، فاطلع له اقول له سوري. اوكي سوري، هو انا هنا دخلت المفروض تبقى دي اكبر مني يا جدعان مش اصغر مني، لو هو طلب فلوس اكبر من الرصيد بتاعه في الحالة دي هقول له معلش انت معكش فلوس. ما لو طلب اصغر ما طبيعي يقول له ماشي خد الفلوس اهي، فالمفروض اكبر مني سوري انا اسف. طيب نعمل كده رن، وابدا ان انا اقول له اسلام، وابدا ان انا اعمل كده واقول له 20,000 عاوز تسحب كام، اقول له الاول اسحب انا عايز اعمل سحب، عاوز تسحب كام، هسحب 30,000. فراح قايل لي سوري انت معكش فلوس زياده بالشكل ده. طيب تعالوا نعمل رن تاني ونتشيك اذا كان هو دخل رقم اكبر، فهقول له اسمك ايه، اسمي اسلام، رقم الحساب بتاعك معايا 20,000، عايز اعمل سحب هسحب 5,000 بس. فقال لي اوكي خد الفلوس من المكنة انت دلوقتي معاك 15,000. يبقى كده ايه، احنا عملنا السحب وعملنا الايداع. اخر حاجة عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده، هو ان انا هعمل ميثود بس كده بتعمل تشيك للبالانس او كشف حساب. هعمل بابليك فويد ويزدرو، بابليك قصدي فويد سوري تشيك بالانس بالشكل ده، ودور اللي تشيك بالانس دي بس ان هي تطبع الرصيد الحالي اللي هو مثلا اقول له فيها يور بالانس از، نقطتين فوق بعض واخرج بره الدبل كوت واعمل بلس وانده على البالانس اللي هو اخر فاليو هو كان مخزنها. طبعا في حاله السويتش كيس رقم 3 اعمل لي كول على مين، اعمل لي كول على البالانس. حلو. تعالى نعمل مينيمايز كده ونعمل زوم اوت، لو انت الكود بتاعك منعكش او في حاجه مش مظبوطه دوس على الت كنترول ال هيعمل لك ريفورمات. بص عمل لي فورماتد ل 25 سطر. طيب هنده على البالانس بتاعي بالشكل الصحيح اللي هي اسمها تشيك بالانس، الت كنترول ال كده يظبط لي الدنيا. طيب بس كده. فطبعا في المين بتاعتي انا ندهت على الكاستمر ديتيل وندهت على الجيت، والجيت بيطلع سويتش كيس، وعلى حسب الرقم على حسب الميثود اللي بيعمل لها كول بالشكل ده نعمل اخر رن، ويبقى كده الكلاس بتاعنا او المثال بتاعنا خلص. فهدخل رقم البن بتاعي
انا اسمي اسلام، ورقم البنك بتاعك، الرصيد بتاعك، هقول له انا معايا مثلا 10,000 جنيه. فقال لي اهلا بك يا اسلام، عايز تعمل سحب ولا ايداع ولا كشف حساب؟ فهقول له مثلا عايز، لو عايز اعمل كشف حساب، فالراجل بيقول لي رصيدك 10,000. طب انا عايز اعمل حاجة، عايز بعد كل مرة اقول له انت محتاج حاجة تاني زي خدمات اخرى اللي بتحصل في الاي تي ام دي. في الحالة دي هعمل مثلا ميثود جديدة واقول له مثلا سيرفيسز او الخدمات، ماشي، وجواها هقول له، او مثلا اقول له اسك فور سيرفيس، اسكينج فور سيرفيسز. حلو، هبدأ ان انا اقول له اس اوت دو يو وونت something else، محتاج حاجة تاني. وكل مرة هيعمل حاجة هقول الميثود بتاعة الاسكنج فور سيرفيس دي. يعني كل ما يخلص سحب او كشف حساب It's او 2 ايداع، o'clock. كل ما يخلص سحب او كشف حساب او ايداع، هبدأ ان انا ايه انده الميثود اللي اسمها اسك فور سيرفيس دي. في الديبوزيت برضو نفس الكلام، اسك فور سيرفيس. بس الفكرة كلها ان انا هاجي هنا اقول له محتاج حاجة تاني، او اروح قايل له نفس السويتش كيس دي اللي هي محتاج حاجة تاني، واخد الكلام ده كوبي وارميه برضو هنا فين، في اسك فور سيرفيس. ممكن حتى اشيل الاسك، ممكن اشيل حتى الكلام ده، يعني ممكن اشيل دي من هنا بقى كده بالشكل ده، واعمل كول بس للايه، للاسك فور سيرفيس. يبقى انا كل مرة بنده المسج دي اللي هي جواها اصلا تحت بايه، بيطبع لي عايز حاجة تانية أو عايز كشف حساب ولا كذا ولا كذا. طيب إحنا ممكن نعمل لو عايز حاجة، أي حاجة تانية دي ما نحطهاش هنا، لأن هو لو لسه داخل الـ ATM مش هينفع أقول أنت عايز حاجة، أي حاجة تانية، هو أصلا ما عملش حاجة أولانية عشان أقول له حاجة تانية. فهاخدها قط كده وأحطها إيه بعد كل مرة بس كده، في كشف الحساب أو في السحب أو في الإيداع بالشكل ده. وحاول دايما تخلي بالك ان الكومبايلر بيمشي لاين باي لاين، فما تحطها قبل ما يكون الميثود مش بعدها، عشان ما يعملش الميثود في الاخر يروح متابع له يقول له ايه محتاج حاجه تانية. تعالوا نعمل رن كده ونشوف البي اي ان. تمام، اسلام، رقم الحساب البنكي معايا 4,000. فهيقول لي عايز تعمل ايه، عايز اعمل ايداع. عايز تعمل ايداع لكام يا اسلام؟ فهقول له عايز اعمل ايداع ل 6,000. فهيقول لي اوكي احنا عملنا ده ل 6,000 ورصيدك بقى 10,000، محتاج حاجه تانية؟ وراح منزل لي فعلا الايه، الديبوزيت والويزدرو والتشيك بالانس. هقول له عايز اسحب بقى، فقال لي عايز تسحب قد ايه؟ فهقول له اسحب 2,000 بس. قال لي اوكي رصيدك بقى 8,000، خد الفلوس بتاعتك، رصيدك بقى كام؟ بقى 8,000. عايز اي حاجه تانية؟ اخر حاجه ممكن اقول له كشف حساب. فالراجل قال لي رصيدك كذا وعايز اي حاجة تانية؟ عايز اقول له لا بقى مش عايز اي حاجة تانية، ويقفل الابليكيشن. فخليني ازود التشويس بس كده، وكده خلاص يبقى خلصنا الفيديو ده. هزود التشويس زيادة هنا واقول له رقم 4 نو بالشكل ده، وكيس ان هو اختار رقم 4، فهعمل ايه في الكيس دي؟ هبدأ أقول له مثلا أوكي هابي هاف أ نايس داي، مثلا هاف أ نايس داي بالشكل ده. بس كده نعمل ريبيلد، آخر رن لينا، ونعمل كده إسلام، رقم الحساب معايا 5,000. عايز أي حاجة تانية؟ أهو هيقول لي مثلا معاك 5,000، عايز إيه؟ هقول له لأ مش محتاج أي حاجة تانية. فقال لي اوكي هاف ا نايس داي زي الفل. يبقى احنا كده في الفيديو ده عملنا كملنا مثال البانكينج سيستم، وعرفنا ازاي نعمل ميثودز ونعملها كول في وسط الميثود، وعملنا اف او الس، وعملنا سويتش كيس، ورحنا على المين خدنا ايه اوبجكت من الكلاس بتاع البانكينج سيستم، وقدرنا ان احنا نتعامل في اكتر من كلاس ونشوف الدنيا ماشيه عامله ازاي. انت لو لاحظت عندك هنا في المين ما فيهوش الا 3 سطور يعني، وشغل شغل كله في كلاس منفصل. فمع الوقت لما الابلكيشن بتاعك يكبر ويبقى فيه تفاصيل كتير قوي، قسم التفاصيل دي في كلاسز منفصله، وشوف المين بتاعك، المين ده بالنسبه لك عامل زي الايه، يعني
مدير الملفات او المدير بتاع الشركه اللي هو بس بيعمل حاجات معينه، وهو اللي مهندل الايه الدنيا كلها. شكرا جدا ليكم، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وهنتكلم عن بعض بقى ايه كيوردز كده زي الاستاتيك والفاينل والريتيرن والزيس والكونستراكتورز وتفاصيل تانية ان شاء الله برضو لسه ايه في الاو بي. شكرا جدا ليكم، وسلام عليكم.